عندي رسائل كتير والنهاردة مبسوط تعليقات اللي على الجمل دي قوي يعني، وأتمنى يا رب أن أنا يعني أكون دايما عند حسن ظنكم. خلونا نستقبل بقى أول اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة مش مصدقة أنا بكلم حضرتك. ده يا حبيبتي ربنا يخليكي، أنا فرحان أنك معايا على الهوا. أنا حاسة إن أنا هيغمى عليا. لا لا خالص ولا يغمى عليكي ولا حاجة، إحنا هندردش دلوقتي وأنا قلبي عمال بيدق لما أنا حاسة إن أنا خلاص مش قادرة. هنكسر الدنيا أنا وأنتي طيب دلوقتي. قولي لي بقى اسمك إيه؟ أنا الحمد لله، لو مش عايزة تقولي اسمك ما تقوليش. براحتك. أوكي؟ كل سنة وحضرتك. وأنتي طيبة وبخير وسعادة وفرحانة دايما. موجود في حياتنا وبنسمعك على طول، انا لما بفوت حلقه ليك كده بحس ان انا قاعده ناقصني حاجه. ربنا يخليكي، دي ثقه غاليه جدا ما تحرمش منك. كنت عايزه اخد راي حاجه في الموضوع. ليلي انا تحت امرك اتفضلي. انا مش قاعده اتصل معاك يعني بس مش عارفه. لا قولي انا تحت امرك. بس يعني هو الموضوع باختصار بابايا. ماله باباكي؟ انا متجوزه بقالي سنه واربع شهور. تمام. بابا من كان بقالي يعني 3 شهور متجوزه. وهو طبعا انا كنت متجوزه طالعه من الجواز، طبعا علي ديون بسبب جوازتي. والكلام ده يعني اما اتخانق مع ماما خناقه كبيره وقام سابنا وخلينا البيت وماشي بقى لنا سنه دلوقتي ما نعرفش عنه اي حاجه خالص. كل ده بسبب جوازك وديون اللي عليه؟ هو مش كده وبس، انا بابا صنايعي فكان عليك مشاكل كتير جدا في شغله وكان واخد فلوس من الناس ومفروض ان هو ولا خلص لهم الشغل ولا اداهم فلوسهم. فطبعا لما مشي احنا اللي كنا محطوطين في الوش والناس اللي بتتخانق معانا وبتزعق لنا ان احنا ازاي يعني احنا عايزين فلوسنا. والله يا جماعه بابا مشي احنا مالناش دعوه احنا عايزين الفلوس. وكنا قاعدين بقالنا 3 4 شهور بعد ما مشي على طول في مشاكل. بص احنا كنا اقسم بالله متدمرين، ده معنى كلمه متدمرين. هو قام مشي بسبب ان هو مش عايز يصرف على البيت وبسبب ان البنت مش عايز تسددها وعايز يعيش مع نفسه ومش عايزنا وساب لنا البيت. يعني حاجه كده ما بتتخيلهاش حياتك ان ممكن اب يعمل كده في ولادي يعني. بقالنا سنه لقيت طبعا ماما نفسيا تعبانه واختي الاصغر مني عندها 20 سنه بيجي لها عيال كتير فاحنا مش عارفين اللي هو اللي هيجي اساسا هنقول ايه او احنا اساسا مش يعني مش وقته خالص الكلام ده. احنا دلوقتي عايزين نشوف موضوع بابانا وعشان بابا يرجع ده لو رجع يعني احنا ما نعرفش عن اي حاجه لا بيسال علينا ولا حتى بيبعت لنا من سلمى حد ان هو كويس ولا بيرن على التليفون مثلا يعرفنا اذا كان هو كويس ولا لا ولا في الكلام ده خالص. انتوا ما تعرفوش عنه اي حاجه؟ اي حاجه بس احنا سالنا كتير الناس سالنا كل حاجه يعني اي حد متوكل ان هو ممكن يكون عنده سالناه مش كده وبس. في ناس كمان رشحت لي نزلوا صورته على الفيس الكلام ده بس طبعا احنا مش هنبلح نفسنا احنا في منطقه شعبيه جدا. يعني انتوا متاكدين بس ان هو بخير ما حصلوش حادثه ولا حاجه؟ لا هو بخير لانه اكيد لو كان في حاجه كنا هنعرف من البطاقه مثلا صح ولا ايه؟ يعني سالتوا عليه في الاقسام وسالتوا عليه في المستشفيات وكده؟ سالنا عليه ما خليناش حته ما سالناش فيها. ما طبعا ما توصلناش لاي حاجه. فاحنا دلوقتي طبعا امي احنا قاعدين هنا يعني طبعا ماما كلها عيلتها يعني مش حواليها بعيد عنها. احنا قاعدين هنا لوحدينا. وعشان يرجع بقى اللي عايز اخد راي حضرتك فيه هو عشان يرجع لازم الفلوس دي تتسد لان لو رجع من غير ما الفلوس بتاعت الناس دي تتسد الدنيا هتخرب وممكن يمسكوه يضربوه وممكن يحصل حاجات كتير. حلو بس على الاقل يطمنكوا عليه يعني ما ده وضع مهم جدا ان هو يطمنكوا عليه. والله العظيم بقالنا سنه لا كلمنا ولا نعرف عنه حاجه ولا يعرف احنا عايشين ولا ميتين لدرجه ان انا ما يعرفش هو كان ماشي انا كنت حامل في 3 شهور. والله ما يعرف انا جبت ولد ولا بنت ولا انا ولدت ولا ما ولدتش. ما هو ده شيء بصي ده شيء في حد ذاته مقلق. انت دلوقتي بتفكري ان بابا يرجع ولازم يسدد اللي عليه عشان يعرف يرجع. لا بس بابا من النوع اللي هو يعني ممكن يعني اهم احنا نتوقع منه في ايام الاخيره اللي هو ممكن ما يتقالش علينا. انا بقول لحضرتك هو كان بيقعد على طول بيتخانق مع ماما عشان المصاريف ما كانش بيديها مصاريف كان يسيبنا ويمشي ما ملوش دعوه احنا كنا ما كناش احنا كويسين هو ملوش دعوه كل ده. انا امي يعتبر اللي هي كانت ابونا وامنا في نفس الوقت يعني هو طول عمره كده لا بصراحه هو جه فتره عليه كده بقاله دلوقتي
داخل في سنتين متشقلب كونه كله يعني. لا يمكن بابا يكون اتجوز واحدة تانية و... لا ما هو دي حاجة احنا مش متوقعينها ابدا منه، لانه ابويا من النوع اللي مش بتاع ستات، وصعب قوي ان احنا نفكر انها ممكن تكون واحدة لفت عليه، لان الموضوع ما جاش كده. ما جاش خناقة وزعق مع ماما، ساب لها البيت ومشي. يعني كل حاجة جت يعني مثلا ما تقولش دي متخطط لها مثلا هو عمل كده عشان في واحدة، لا احنا مش شايفين كده. الله اعلم، انا مش عارفة والله. احنا مش عارفين نمارس حياتنا. احنا طيب عايز اقول لك حاجه، تعالي نفكر بالعقل دلوقتي. احنا في موقف وبابا مش موجود والدنيا اتغيرت وحصل مشاكل وهو خلافه. لو احنا وقفنا حياتنا تماما وكل حياتنا وقفت ونحن في انتظار هذا الرجل انه يرجع تاني، احنا مش هنعيش وحياتنا مش هتتقدم خطوه، ولا هنعرف حتى نفكر ازاي نتصرف في حال ان هو رجع او ان هو عليه ديون عايزه تسدد او خلافه. فبالتالي عايزين نقول ايه؟ نقول الابسط والاهم ان انا خلاص في وضع لازم اكون متاكد منه، خلاص هو مش موجود دلوقتي، دورنا وما لقيناهوش، هو مش هيرجع غير لما يكون جاهز يرجع او يقدر يرجع، او ان ربنا يريد بس ان احنا نعرف حاجه عنه. يبقى في الحاله دي انا المطلوب مني أعيش طبيعي، ولو أختك جالها عرسان تقابلوهم وتكملوا مشواركم طبيعي جدا لحد ما تبان أي ملامح لوالدك ده، فين هيجي مش هيجي، اتجوز واحدة تانية، سافر برا مصر، محدش عارف عنه أي حاجة، اختفى، قرر يبيع الدنيا كلها ويمشي، ما هو محدش عارف هو بيفكر ازاي. فما توقفوش حياتكم بالكامل وانتم مش عارفين راسكم من رجليكم، لا لازم تبتدوا تعيشوا حياتكم طبيعي لحين ان هو يظهر، لانه ممكن يختفي له سنه اتنين تلاته خمسه، محدش عارف هيجي امتى. وفي ناس كتيره جدا بتختفي بالعشرين سنه، فاحنا ما نعرفش، فنكمل حياتنا طبيعي جدا لحين ان تظهر عندنا حاجه، مؤشر يقول لنا بابا في الحته الفلانيه لقيناه ما لقيناهوش، هربان، زعلان، غضبان، اتجوز واحدة تانية، عليه فلوس، فيعني ما حدش عارف لسه. فيبقى لازم تعيشوا حياتكم طبيعي.